السلام عليكم الغزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم زيانه؟ سنه سعيده تدخل عليكم بالصحه والعافيه وطول العمر، وباش تمنيتو نتوما وليداتكم يا رب. اليوم جبت لكم فيديو جديد عن التحضيرات ديالي لعيد ميلاد ولد اختي. فانا بديت كنحضر من دابا، لان كيف كتعرفوا فانا شويه عيانه، راه قلتها لكم في الفيديو السابق. فقلت نحضر غير بالحاجه بالمساعده ديال ماما والاخت ديالي ومرات خويا، يعني كي يعاونوني هكا بهكا، وانا كنحاول انني نموطي الحاجه. المهم المساعده زوينه، المساعده كتكون شويه زوينه الحمد لله. هنا هي البنات، كيف كتشوفوا حضرت الكوكيز اللي حضرت معاكم من قبل. حضرت كميه كبيره، دوبلت المقادير. كيف كتشوفوا كيجي الشكل ديالو هكا، لان الوليدات كيحمقوا على الكوكيز، فقلت لها نديروا الكوكيز. يعني هاد العيد ميلاد هذا حاولنا اننا نرضيو الاطفال بزاف، يعني هما اللي نديروا لهم الخاطر. الكوكيز غادي نخلي لكم الوصفه ديالو في صندوق الوصف، اي حاجه حضرتها كنخليها لكم في صندوق الوصف. هنا هي المافن اللي كان حضرت معكم داك النهار، اللي بالمندرين، حتى هما حضرتهم للوليدات. هنايا كاين 20 حبه، فحضرتهم درتهم في الكويسات اللي كيتباعوا، راكم عارفين هادو ديال لي مافن، وغندخلهم دابا للفران. هاد الكاوكاو غير صورته لكم وصافي، فهذا كنجهز في الكاوكاو باش غادي نحضر واحد الكاطو. ما غاديش نحط لكم في هذا الفيديو، هذا نحط لكم في الفيديو الثاني ان شاء الله. هنا هي ماما كتحضر لينا البيني، فقلت نوريكم البيني دا ماما شحال كيجيو روعه، كيجيو غزالين البنات. وراه حضرتهم في فيديو سابق، فانا راح نخليهم لكم في صندوق الوصف. كيجيو غزالين البنات، زوينين بزاف بزاف، احسن من الجاهز بألف درجه. هنايا بعد ما جهزوا لي لي مفن، غطست الراس ديالهم، يعني الفوق ديالهم، في شكلاط ابيض وفي شكلاط كحل. اللي درتهم في شكلاط ابيض زينتهم بالبيستاش والوريضات، ولي زينتهم بالشوكولا نواغ درت ليهم اللوز، وبقى لي هنايا شويه شكلاط. غادي نزين بيه ان شاء الله البيني، غيبقى عندي البيني غنزينو به. فكيجو زوينين، ما درتش لهم لاكخيم البنات باش يصبروا ليا، لان ردت لاكخيم عارفين كتشرب الريحه، وهذا فهادو غيبقاو صابرين. غادي نغطيهم ونخبعهم في الثلاجه حتى نهار عيد ميلاد الوليدات، يعني بقات لواحد 3 ايام ولا هذا، فما غادي يبقى عليهم والو. هنا البنات ماما كتقلي في البيني، كيجي البيني ديالها لذيذ البنات، كيحمقوا عليه الدراري ولادي. وغادي نهز واحد شويه، غادي نزينو بالشكلاط، بقى لي الشكلاط الابيض والشكلاط الكحل يعني نوار. غادي نخلطهم بشويه اللوز، ندير لهم شويه اللوز وشويه ديال فيرميسال. جاو بنانين البنات، جاو زوينين بزاف، الدراري حمقوهم. هادي ممكن ديروا بهاد العجينه، هادي ديروا بها لي دوناتس وتزينوهم باش ما بغيتو، فكيجو زوينين بزاف البنات، كيجو فشفشين وبنانين بزاف بزاف. غنخلي لكم الوصفات في صندوق الوصف، فنتمنى انكم تجربوهم. وقبلوا لي على التصوير، ف كلي كنحرك التليفون لان والله الا واقفه بزاف الحمد لله، وصافي شويه عيانه. اي الفرحه ديال عيد ميلاد ولد اختي وقفاتني الحمد لله. هنايا البنات خديت لاباط ديال بيم، باط ديال طام، فهي عندهم زوينه بزاف، يعني باط فويتي، وحضرت بها هاد الفراشات. فكان كيحسبني انني كنت كنصور وانا ما كنتش كنصور. هاد الفراشات كتقطعي مستطيل وكتلويه صافي، ولي بالمير راكم كتعرفوا كيفاش كتحضروهم، كتقطعي مستطيل طويل بزاف، كتطوي على جوج وكتلويه وكتحطيه. ولي بالمير هما باينين كيفاش كنديروا ليهم، هادو لي باغيت، عفوا هادو لي باغيت صافي. العجين كتسرحيها بسكر، سكر يعني سكر حبيبات، يعني سنيده، كديري سنيده وكتسرحيها بها كاع لي بالمي، كديري لاباط فيتي عاديه بدون سكر. وملي كتبغي تجهزيهم كتسرحيها بسكر، كديري كميه وفيره ديال السكر وكتسرحي بها. فجاو زوينين البنات، وهادو كيصبروا. كتغلفي غير البواطه بالبابي المنيوم وكتسديها بالبابي المنيوم، كتسدي عليها كيبقاو مقرمشين. هنايا غادي نوجد لك انا بيو شوكولا، فعندي هنايا الكراميل هذا اللي كنت حضرت معكم البنات، فكنت وريته لكم.
وعندي هنايا الشكلاط الماغون، وعندي بندقه. ففي الاول كنت غادي ندير الكراميل وبندقه، وغادي ندير الشوكولا شويه. يطيح لي فكره انني نهرمش داك البندق ونخلطه مع الكراميل ونخدم به. بالنسبه لهنايا المول الثاني، فغادي ندير فيه الشكلاط كحل يعني شوكولا نوار، وغادي ندير فيه لوز مخلط بنستلي، وهذا الكوك مخلط بنستلي. بالنسبه للشوكولا، من الاحسن يكون شوكولا من نوعيه ممتازه، كتاخذو كحل، كتاخذو بالحليب، وكتخلو بيض. فهنايا البنات الشكلاط هذا شكلاط بالحليب، كيف قلت لكم خذوا نوعيه ممتازه باش ما تحتاجوا تضيفوا ليه حتى شي حاجه، لا زيت لا والو. هذا شكلاط بيض فهو زوين بزاف. كنحتاجو بانسو البنات، ضروري من البانسو. شريوهم شريوهم غير خاصين. انا خديت هذه بواطه كامله بخمسة دراهم وكنخدم بها. فهنايا كندير شويه ديال الشوكولا وكنطلع بالبانسو الشكلاط في الجناب، وكندخلها للمجمد يعني ميم با واحد دقيقه كتجمد، كنخرجها كنعاود ندوز البانسو المره الثانيه وكندخلها للمجمد، عاد كنخرجها كنعمرها بالحشوه يعني جوج مرات كندوز البانسو، عاد من بعد كنعمرها بالحشوه وكنغطي عليه بالشوكولاط وكندخلها للمجمد. كيف كتشوفوا انا دابا ساليت الكميه كامله، غادي ندخلها للمجمد. فهذه لاكوش الثانيه بعد ما دخلتها للمجمد، كان مستمر انني نغطي الجنيبات وغنعاود ندخلها للثلاجة. من بعد غادي نخرجها وغادي نعمرها بالحشوة اللي قلت لكم هي الكراميل منزلي التحضير مع البندق، خلطتهم وما هادو وعمرت بهم. فهكا جاني احسن، لان بقيت كليت لقيت طريفات ديال الكراميل احسن ما انني ندير حبة كاملة. فانتوما حسب الرغبة، الا عجبتكم الفكرة ديال حبة كاملة مع الكراميل فديروا حبة كاملة. كتجي لذيذة بزاف البنات. فهنايا ممكن تدوزو الموس باش تنقيو هذا الفائض، انا ما دوزت لا موس لا والو، خليتو هكاك. فانتوما الا بغيتو تدوزو الموس وتنقيو يعني الفائض فممكن. هنايا كنبدا نضغط عليها كيف شفتو، كنبدا كنضربها باش تسوى. هنايا الشكل الثاني ديال الشوكولا، فكندير كيف كتشوفو الشوكولا نواغ، كنديرو في القاع وكنبدا كنطلع في الجوانب، وتا هو غادي ندخلو للمجمد المرة الأولى ونعاود نخرجو ندوز عليه الشكلاط من الجوانب المرة الثانية، وغادي نعمرو باللوز ونستلي. جاو بنانين بزاف البنات، جات واحد اللذة غزالة كيحمقو. فهنايا كفكرة انك دير للوليدات شوكولا، الدراري كيحمقو على شكلاط، هذا هو الشكل ديالهم. بالنسبة لشوكولا بلون ما وريتكمش كيفاش كيدارلو في نفس الطريقة، غير كنعمروه الداخل هذا كنديرو غير طبقة وحدة، كنديرو يعني كنخويو الشكلاط البيض وكنعمرو بالكوك ونعاودو نخويو فوق منو الشكلاط البيض وندخلو المجمد. فهاد الطريقه كانت سهله بزاف وزوينه. اذا هذا هو الفيديو ديالي كان على هذا الشكل هذا، نتمنى يعجبكم وينال رضاكم. واللي مازال ما اشتركش في القناه تشترك وتفعل الجرس وتشجعني باش نزيد القدام،
ونتمنى ان الافكار اللي عطيتكم اليوم تعجبكم وتنال رضاكم. فهنا يحليس معكم حبه ديال اللي عمره بالكراميل، شوفوا كيفاش كتجي معلكه من الداخل ولذيذه.